للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي دكتور إبراهيم سليمان. مرحبا بك دكتور إبراهيم. يعني انتشرت اليوم عدد من سيارات الإسعاف في مطار بغداد، وهذا ما شاهدناه في الفيديو الذي عرضناه قبل قليل، يعني بعد أنباء عن إصابة 50 شخصا. إلى أي مدى ترى أنه أصبح المطار الآن فعلا هو مدخلا خطيرا لدخول فيروس كورونا من إيران إلى العراق؟ مساء الخير عليكم وعلى كل متابعيكم. أهلا بك دكتور. أستاذي العزيز، مرض الكوريلا أخطر شيء هسا إيران، كل الأشخاص اللي يجون من إيران لكل دول الخليج ومن ضمنهم العراق كلهم مصابين 70 إلى 75%، وباعتراف نائب الرئيس الإيراني مصاب، وزير الخارجية الإيراني مصاب، وكيل وزارة الصحة الإيرانية مصاب، ممرضة عندي هسه توفت، وتقول البارحة الموقف مالتها تقول أني بالخفارة مالتي ماتوا 8. أكو تخفي على الإصابات في إيران. أنا الآن أستغرب مدير عام صحة بغداد الكرخ زميلي وأخويا وعزيزي دكتور كاسم يقول أني زرت مستشفى الفرات والمريض بيوم ما حط طاب ويأكل ويشرب وحمى ما عنده، إذن هذا مو كوريلا. يعني احنا ما معقوله شنو بخرتوه بالحرمر وطاب ب 24 ساعه اذا قضيه مشخصه. طيب دكتور، يعني بعد هذه الانباء المتواتره والمتواليه من ايران الان انتشر فيها الفيروس بشكل كبير، يعني حتى مسؤولون في النظام الايراني قد اصيبوا وقد توفوا، منهم السفير السابق في مصر وغيرهم ايضا كما ذكرت وزير الصحه او وكيل وزاره الصحه الايراني، ولكن نعم اي وكيل وزارة الصحة نعم. يعني نعم. في هذه الحالة يعني اين الاجراءات الحكومية؟ هل ستظل الحدود مفتوحة بين العراق وايران؟ هل يعني هذا الامر الا يتطلب من السلطات او من الاحزاب في العراق باغلاق الحدود؟ سيدي العزيز، الاحزاب والحكومة انا حاط عليها علامة استفهام بصراحة، هذول ليسوا باحزاب، هؤلاء اصابة حكمة العراق. بس انا اقول لك هسه المصيبه اكو اسمها معصومه ابتكار، نائبه الرئيس الايراني لشؤون المراه مصابه الان. النقلت عارف يعني انت في دوله من يقول لك نائب الرئيس يعني دوله الخط الاول تمام لو لا مصابين، اذا لوين واصل الوباء في الدوله المعنيه؟ انا بالعراق هسه بس اسالكم سؤال، احط شغله مؤشر، مستشفى الفرات كانت مركز صحي تجريبي، الربع هسه قبل سنه شالوها عملوا لها سموها مستشفى الفرات، هسه سووها مستشفى عزل. طيب. حبيبي مستشفى العزل كامل كانت عندنا التويفة، مستشفى يجب ان تكون خارج المركز وليس قريبه على المركز، هاي مستشفى الفرات في حي الجهاد قريبه واكو تجمع تسمع سكان كبير في المنطقة، يعني قابل احنا شنو امكانيات. الواضح دكتور ابراهيم ان يعني الحكومة لم تغلق المجال الجوي مع ايران، والدليل هذه الطائرة التي هبطت في مطار في العراق القادمة من ايران، هذه الطائرة الايرانية والتي من المشتبه فيها 50 إصابة بفيروس الكورونا، يعني بالاضافة الى يعني اصابة المسؤولين الايرانيين. ولو اقطع سلسلة افكارك سيدي العزيز، السفير الايراني في بغداد هو اللي يقول، هو احنا نسميه المندوب السامي الايراني في العراق، هذا هو يقول لم تعلن الحكومه العراقيه بغلق الحدود لا الجويه ولا البحريه، والى الان البضائع الايرانيه بدها تدخل، مالك لازم بالحج انت؟ مالك ابدا. يعني هذه الخطأ يعني هذه مو غريبه، الطيارات الايرانيه تنزل وتنيا وتجي. هسه انت حتى مره تقولوا لي للسجون، هم يريدون تدري المعلومه هاي سجن الناصريه وذني السجون سجن الحوت العالمي. ماكو فولو اب، ماكو متابعه لها حجي، يعني ممكن هسه يقولوا لهم واحد عندك يحصل ويا المساجين بالناصريه، هم يريدون يموتون بدليل ماكو متابعه. نشكرك شكرا جزيلا الطبيب الاختصاصي العراقي دكتور ابراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.